عن جد؟ بس هي مين فرقة معه شعره بيرجع بيطلع؟ هاللعبة عن جد إنها مسحة. هاي اختي فيني اعمل شي معكي مشان مهمة؟ اكيد، بس ليش معكي مقص؟ بدي قص شعرك. شو؟ ليه؟ صدقيني ما بعرف. بظن اذا بدكم هالشي رح اعمله. تعي لهون لوين رح حب شعري؟ بس عندي مهمة ولازم نفذها. طيب انتبهي، اخر 10 بيكونوا صعبين. ما تخافي ماني على الثاني هم. نتائج الدي ان اي بيطلعوا بعد 3 ايام. اوكي شكرا. مرحبا، انا جاي لحتى اخذ نتائجي. انتي البنت اللي اجت من 3 ايام، بسرعة تعي معي لورا. ليه؟ بتعرفي بس تيجي، يلا تعي. اسمعي، انتي مش الشخص اللي انتي بتظني انه هو. بعتذر بس صراحة ما عم بفهم عليكي ابدا. طيب بتعرفي قصة العائلة الملكية الضايعة؟ اكيد، مين ما بيعرف هيديك القصة؟ الدي ان اي تاعك متطابق مع الملكي 99.9%. شو؟